بسم الله الرحمن الرحيم. القواسم الدينية المشتركة بين المغرب ودول غرب افريقيا. شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسعدني في البداية أن أتوجه أصالة عن نفسي ونيابة عن المكتب التنفيذي وممثليها في الخارج بجزيل الشكر لكل المتدخلين في هذه الندوة الدولية المباركة التي اختار لها عنوان مشروع اتحاد النهضة والدول الساحل رؤية استشرافية لمشروع تنموي نحو فضاء أطلس مشترك، والذي تنظمه جامعة محمد الخامس بالرباط والمعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والقوم المتوسطية والإيبيرو أمريكية، وبالتعاون مع كوين الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة وقسم الوثائق والمخطوطات بالزاوية الريسونية بمدينة شفشاون، وذلك تزامنا مع حدث وطني ألا وهو ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال التي تجسد مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وهي ستظل راسخة في الذاكرة التاريخية للشعب المغربي العظيم وكل شعوب القارة الإفريقية. فالموضوع الذي اخترته لتناوله بإيجاز هو القواسم الدينية المشتركة بين المغرب ودول غرب إفريقيا. عرفت منطقة غرب إفريقيا الإسلام مبكرا استشير الروايات إلى وصوله إلى هذه المنطقة منذ القرن الأول للهجري، ولا شك أن المغرب يعد أهم البوابات التي دخل منها الإسلام، ومنها امتد ليتوسع في جنوب الصحراء. ومن المهم الإشارة إلى دور المرابطين وكذا الدول المتتابعة بعد ذلك في المغرب. فالتواصل بين المغرب ودول جنوب الصحراء أو غرب إفريقيا قديم جدا ومتنوع، لكنه تطور مع دخول الإسلام وانتشاره ورسوخه، إذ أصبح أكبر معلم من معالم حضارتها وثقافتها، وأصبح بذلك المشكل لسلوك الإنسان في إفريقيا الغربية. وانتشرت اللغة العربية مع انتشار الإسلام، وأصبحت لغة التعليم ولغة الإدارة، إلى أن جاء الاستعمار الذي سعى إلى قلب الواقع وفرض لغته أو لغته، لكن مع ذلك لم يستسلم الشعب وقاوم ليحافظ على هويته الإسلامية من خلال إنشاء الكتاتيب والمدارس القرآن الشعبية، مما ساهم في انتشار المدارس العربية الحديثة ومساعدة هذه المدارس خارجها على الالتحاق بالجامعات ومواصلة الدراسات في عدة دول ومن بينها المغرب. ومن المهم الإشارة إلى علاقة المغرب مع هذه الدول التي يغلب عليها طابع التعاون المشترك والانتماء الموحد لبعض ثقافاتها وشعوبها، التي يعتبر المغرب موطنها الأصلي على مر التاريخ، كما لعب الفقهاء والقضاة ورجال التصوف دورا بارزا في إبراز هذه العلاقة الجيدة والمتميزة بين المغرب ودول الجوار. ومما لا شك فيه أن إمارة المؤمنين لها رمزية خاصة في نفوس وعقول وقلوب شعوب إفريقيا الغربية، ولها قداسة واحترام وتقدير، خاصة أنها متمحورة ومتمركزة في سلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن كل دولة لها حكومتها واستقلالها، لكن ذلك لا يمنع الشعوب والحكومات من نظرة متميزة لإمارة المؤمنين، وهذا ما أعطاها مكانة لتلعب دور فاعل ونشط، وخاصة في مجال الوساطة والصلح في الأزمة المالية سنة 2020، والتي كان لها الصدى الطيب لدى كل شرائح المجتمع المالي. وهذا الدور الذي تلعبه المملكة المغربية الشريفة مع إخوانها في القارة الإفريقية يعزز مبدأ الأخوة الإسلامية والتضامن والتآخي التي يوصي بها
ديننا الحنيف، ولعل أبرز ما ميز التجربة الحكيمة لإمارة المؤمنين بالمغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في مجال التسيير الديني، وهو ما تحتاج إليه هذه الدول وتثق فيه، لأنه لا يزايد الشعوب الإفريقية على مصالح، بل يقدم النصح والإرشاد بإخلاص. لقد حاولت بعض المذاهب أن تجد قدما في إفريقيا كالشيعة والخوارج لكنها لم تفلح، وأما المذهب المالكي فقد نجح واستقبله الأفارقة بحفاوة وحب، ووصل إليهم عن طريق المغرب. ولعل أهم ما اختص به المذهب المالكي من خصائص جعلته موضع تقدير لدى الأفارقة في الشمال والجنوب، فتمسكوا به وشكل أكبر عوامل الوحدة والأمن والتعايش السلمي بين الشعوب، وإعطاء الأهمية للمصلحة العامة، وهو ما يعين على صياغة القوانين، كما أنه أدى إلى استتباب الأمن في بلدان غرب إفريقيا. وبغض النظر عن الاختلاف والتصوف، فإن صيغته المغربية الإفريقية تميزت بالطابع الأخلاقي والقدرة على التعبئة الاجتماعية. وخلاصة القول أن هذه القواسم المشتركة بين المغرب والدول الإفريقية أدت بحمد الله إلى وجود الأمن والسلام والتعايش بين هذه الشعوب، وخاصة الأمن الفكري والسلوكي الذي أدى إلى الاستقرار الذي هو أهم عوامل التنمية والتطور. ونوصي في نهاية هذه الكلمة بما يلي: الحفاظ على الثوابت المشتركة والقواسم من خلال تضمينها للمناهج الدراسية، تشجيع دول غرب إفريقيا للاستفادة أكثر من التجربة المغربية فيها في جميع المجالات، وخاصة الشأن الديني والعلمي، العمل للتصحيح الداخلي بشكل مخطط وهادي، والاستفادة من هذه التجربة في مقاومة التطرف والغلو، مراعاة واحترام خصوصيات الدول والشعوب. وهذا ما نلاحظه في التجربة التاريخية في العلاقات بين المغرب ودول جنوب الصحراء. توحيد الجهود بين المغرب ودول غرب إفريقيا في مقاومة جائحة التكفير والإرهاب، فتح قنوات تواصل وتفاعل بين المؤسسات والهيئات العلمية في المغرب وهذه الدول، وهو ما سيوفر فرص تبادل التجارب والخبرات، كما أن على هذه الدول الاستفادة من تجارب إمارة المؤمنين، لأنها عبارة عن تجارب متراكمة قدمت الشيء الكثير لقيم الإنسانية النبيلة في شتى المجالات. توحيد الصف والكلمة والمواقف تجاه الإرهاب وكل ما من شأنه زعزعة أمن واستقرار والمنطقة، إقامة دورات علمية أكاديمية مشتركة بين المغرب ودول غرب إفريقيا قصد توعية الشعوب بأهمية الأمن وسبل تحقيقه اجتماعيا، تشجيع البحث العلمي المشترك بين المغرب وهذه الدول في مختلف القضايا العلمية، وخاصة مجال الأمن والسلم. ونحن في مؤسسة محمدين السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي نؤكد دائما انخراطنا التام في الجهود المباركة التي تبذلها المملكة المغربية الشريفة تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وأيده قائد الأمة المغربية والإفريقية، من أجل تعزيز التكامل الإقليمي وتنفيذ التحول الهيكلي للاقتصادات وتحسين ظروف حياة السكان في دول غرب إفريقيا والبنية التحتية والاستثمارات ورفع مؤهلاتها البشرية ووفرة مواردها الطبيعية. وهنا أنقل جزءا من الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى 48 للمسيرة الخضراء، إذ قال صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وأيده: ومن هذا المنطلق نعمل مع أشقائنا في إفريقيا ومع كل شركائنا على إيجاد إجابات عملية وناجعة لها في إطار التعاون الدولي. وفي الأخير نتمنى لأشغال هذه الندوة الدولية العلمية المباركة التوفيق والسداد بإذن الله تعالى وفي دوراتها المقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.